الجيل اعتقد احنا كلجنة نمتلك كامل الحق في ان احنا كيف نسأل ومتى نسأل ومن نسأل. صح؟ شوية تعجرفت بس ما يخالف. تفضل. بس انا انت ذكرتي ان حد الشرح 20 دقيقة صح؟ اوكي من اسئلتكم انت ممكن تعدي ال 20 دقيقة. ما انا شيل جاوبت السؤال عند علي. بس تخلص. صح؟ انت علي اللي سألتني ولا مع بعض؟ انت اللي سألتني. انا وياك. انا جاوبت السؤال انه سؤالي انا كلجنة انا ما راح اقول لك اوقف جاوب على هالسؤال. لا. خلص ال 20 دقيقة بعدين انا راح اسألك. اوكي؟ بعد. السلام عليكم ورحمة الله. معكم أستاذة غنيمة تراب، عضو اللجنة الاستشارية في المبادرة الوطنية فعلا الكويتي. اليوم احنا يوم الثلاثاء الموافق 1/9، اليوم كان حافل بالنسبة لنا. تم اليوم سحب القرعة للفرق التطوعية المشاركة معنا في المبادرة. هذه القرعة الهدف منها تخصيص أيام تقديم المشاريع لكل فريق يقدم لنا إن شاء الله خلال الأسبوع القادم. وبكذي احنا نكون وصلنا للمرحلة النهائية من مبادرة فعلا كويتي، المرحلة اللي يتم فيها تقييم المبادرات والمشاريع التي تقدم من قبل الفرق والمجاميع التطوعية. اللي حصل اليوم كان في اجتماع مبكر، مثل ما قلنا لكم تم فيه سحب القرعة، تحديد الوقت والتاريخ لكل فريق متى يقدم مشروعه، وايضا تم تقديم بعض الارشادات، بعض التوجيهات المناسبة حق الفرق. أول شيء الله يعطيكم العافية وعساكم بالقوة. إحنا اشتقنا لكم صراحة فترة طويلة، صار بعدين فترة الاستشارات في مجاميع يو في مجاميع مايو حسب ظروفهم، لكن إحنا قلنا نتمنى اللي مايا يعني حتى لو إنه ياي حتى لو كان عنده نقص 1% سواء معلومة أو تطبيق معين، لأن كثر ما تأخذ يعني تستشير وتأخذ المعلومات هذه مصالحك أنت كمجموعة. إحنا طبعا وصلنا الحين للمرحلة النهائية نوعا ما، وعسى الله يوفقنا احنا وياكم بجهودكم وجهود الاعضاء في مبادره فعل الكويتي وايضا اللجنه الاستشاريه. من فضل الله احنا توقعنا حسب الدراسه اللي احنا حطيناها لفعل الكويتي ان السنه الاولى نجتاز 40% من نجاح المبادره. اليوم احنا الحمد لله تعدينا 60% والفضل الله ثم للمجموعه الطيبه ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. رئيس اللجنه، رئيس اللجنة العليا في المبادرة الوطنية فعلا كويتي عبد المجيد العنزي، بالبداية كل الشكر والتقدير لفريق عمل هذه الرسالة، أخواننا يزاهم الله ألف خير. اليوم للأمانة احنا تعبناهم كثير، كانوا معانا من بداية المبادرة لهذا اليوم، وأيضا احنا إن شاء الله راح يستمرون معانا لتاريخ 10/10 اللي هو الحفل الختامي لمبادرة فعلا كويتي. احنا اليوم مثل ما شفتوا كان في شوية خلينا نقول دردشة عامة من بعض المجاميع. تعودنا أن الاستشارات تكون لكل مجموعة على حدة مع المستشار اللي هم مختارينه حسب طبعا الجانب اللي هم مختارينه، لكن اليوم مثل ما شفتوا بداية انطلاقة هذا خلينا نقول الملتقى أن المستشارين موجودين وأيضا كل المجاميع التطوعية موجودين في مكان واحد. تم طرح عدة أسئلة كثيرة على أساس نعمم الفائدة، سواء انطرح السؤال من فريق معين الكل أكيد راح يسمع الإجابة والسؤال وراح يستفيدون بإذن الله. وهذا طبعاً اليوم أنا تكلمت ويا ناس أثناء فعاليات مهرجان نفس الشيء عن التطوع، إن أنا تفاجأت فيكم يعني في أغلبية المجاميع تفاجأت إنهم سابقين. أنا أتكلم عن نفسي، سابقيني وايد، مؤدين مشاريع ومؤدين أشياء كثيرة وما يحتاجون منا إلا بس نقاش مهني. ف إذا بتستفيدون من الاستشارات مو بس في قضية المبادرات هذه أو مشروعكم، أحياناً حتى شخصياً تستفيدون النقاش في قضية هذا سووا هالشكل وسووا ولا تسوون هذا، ترى هو نقاش مهني
يعني هذا أحسن، لا هذا قياسه أقل، لا هذا ياخذون، وليس نقاش شخصي. يعني عشان أنا لو ما أقول حق واحد لا يقول لي يشكرك أنت يعني صاير هل ما نبي نتناسب، إحنا نتناقش في موضوع يهمك. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. عبد الرزاق الموسى، رئيس اللجنة الاستشارية في المبادرة الوطنية فعلا كويتي. الليلة كان الاجتماع مع أصحاب المبادرات، تم وضع آلية عن طريق القرعة حتى لا يظلم أحد في فترات أو أيام عرض مشاريعهم. هذه المشاريع هم تقريبا تم إنجازها الآن، قاعدين يقدمونها بطريقة العرض عن طريق الباوربوينت وعن طريق التمثيل وعن طريق السيديات، وعن حتى نشوف إذا كان بالأصل هذه المبادرات تطلع إلى أرض الواقع بهذا المشروع. مع أن على فكرة أصحاب أكثر المبادرات ترى لهم خبرات سابقة وسبق أنهم بادروا في أعمال تطوعية إنسانية كثيرة. وفاء الشطي، مدرب تنمية بشرية، عضو لجنة العلاقات العامة في المبادرة الكويتية فعلا كويتي. اليوم إحنا إن شاء الله في يوم القرعة واختيار المجاميع على 3 أيام إن شاء الله، راح نبتدي في تاريخ 7/9، وآخر يوم للعروض راح يكون إن شاء الله في تاريخ 9/9. إحنا اليوم تعمدنا أن احنا نسوي القرعة في وجود المجاميع علشان تكون في شفافية في اختيار المجاميع على حسب الأيام، بحيث أن كلهم يكونوا موجودين وعارفين بالضبط هم متى راح يكونون. يعني احنا إذا حطيناها كلجنة استشارية أو لجنة عليا، احنا قسمنا الجداول، احتمال ما يكون فيها رضا وما يكون فيها شفافية، بس لما يكون قدام الجميع وبحضور الفرق مع القادة راح يكون فيها شفافية وقبول أكثر للمجاميع. احنا عندنا 9 مجاميع، وإن شاء الله راح يكون في كل يوم 3 مجاميع. راح نبتدي إن شاء الله من الساعة 6 المغرب، كل مجموعة راح يكون لها تقريبا نص ساعة تقدم العرض، وبعدها فترة أسئلة مع اللجنة الاستشارية إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم القائد علي بارون، قائد في الجوالة. إحنا فريق الخطاوي الأكيدة مشاركين في لقاء اللي هو فعلا كويتي. بالنسبة حق مشاركتنا كفريق تطوعي، حالنا من حال إخواننا كمنافسة، لكن من تنافس متطوعين لخدمة كويتنا الحبيبة. اليوم أجريت القرعة على الأيام اللي راح يكون فيها التقديم، والحمد لله الكل راضي على هذه القرعة. وراح تكون يومنا راح يكون آخر يوم، وإحنا آخر ناس راح نكون مشاركين، فهي فرصة لنا أن إحنا نستعد أفضل، يمكن فرصتنا أفضل من الفرق الثانية. هذا أيضا يعطينا يعني دافع أن إحنا نثبت نفسنا أكثر، وإن شاء الله إحنا نكون قدها في هذا التنافس.